بجد التحليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتننا الكبار احمد عبد القادر واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بنتمنى له ان شاء الله الفتره اللي جايه، وجمهور النادي الاهلي كمان منتظر منه الكثير. برحب بيك احمد طبعا في البدايه، ومجهود كبير وفوز رائع النهارده مميز على فريق كبير زي فريق سموحه، عنده عناصر مميزه جدا. بتشوف الجيم ازاي وشايف اداء النادي الاهلي ازاي النهارده؟ برحب بيك طبعا، برحب بكابتن اللي في الاستوديو. يمكن شايف الاداء كويس جدا من اول مباراه في الدوري، احنا مركزين بنحاول نعمل اللي علينا، كل ماتش بنحاول نتحسن عن اللي قبله. يمكن في ماتشات الدنيا تبقى مقفله شويه فيها، بنحاول برضه احنا ناخد 3 بونت اهم حاجه، والماتش اللي بقى زي ما انت شايف بادئ من الاول بنحاول احنا نخلص سكور 3-4، فالحمد لله اتمنى احنا نستمر على كده. يعني يمكن الاشاده المستمره من موسيماني ومن الجهاز الفني لعبد القادر دي بتحط عليك ضغوطات كبيره الفتره اللي جايه، لان جمهور النادي الاهلي والجهاز الفني عارف قيمه عبد القادر وعارف اداؤه الفتره اللي جايه ازاي، ده بيحملك ايه وشايف الفتره اللي جايه بالنسبه لك ازاي عبد القادر؟ لا مش ضغط خالص ولا حاجه، انا اتمنى ان الجمهور يبقى في ظهري واتمنى ان الجهاز الفني يبقى في ظهري، مش شايفه ضغط خالص، شايف ان انت طالما في حد في ظهرك هتقدر تطلع اللي عندك. الحمد لله احمد ربنا النهارده على المكسب وعلى الاداء، وان شاء الله بقول لهم اللي جاي احسن بكتير باذن الله. يعني الانكار الذات موجود والتحامل الموجود، وشفنا الحقيقه علي معلول في اخر كوره في مباراه المحله رغم الاصابه بيشوط كوره بيحرز بيها هدف، شايف المرحله دي ازاي مع لعيبه النادي الاهلي؟ لان الجمهور عارف قيمه اللعيبه، واللعيبه عارف قيمه الجمهور. يمكن السنه دي والله انا بكلم بجد اللعيبه كلها مركزه جدا من اول الموسم، كله حاطط في الاعتبار احنا لازم ان شاء الله نخلص المنافسه من بدري باذن الله، فاتمنى ان احنا كل ماتش نبقى بالاداء ده والسكور ده، يعني اتمنى احنا ما نقلش باذن الله. يعني مين من اللعيبه اللي على طول بيحفز عبد القادر؟ انا عارف اللعيبه الكبار كلها طبعا في ظهرك وكل لعيبه النادي الاهلي، لكن مين من اللعيبه اللي على طول بيبقى سبورت لعبد القادر وعايزه يبقى احسن واحد في المباراه؟ كلهم والله، يمكن اكتر واحد انا بكلم معاه كابتن الشناوي طبعا، بميل له جدا، بيديني دفعه كويسه جدا، فاتمنى ان الكباتن كلهم الناس الكبيره كلها بتتكلم معايا، بس يمكن اكتر واحد انا قريب منه كابتن الشناوي شويه. قول لي الجمهور وهتافه ليك وما بيشجعك وبينادي عليك ده بإحساسك ايه يا احمد؟ لان الجمهور احنا عارفين لو في عدد موجود الجمهور هيكسر الملعب. طبعا انا اتمنى ان الجمهور يفضل بالدعم ده، بقول لهم ان شاء الله انتظروا المزيد وان شاء الله كملوا على دعمكم ده، وان شاء الله عشان نغزلكم باذن الله يعني لاخر الموسم باذن الله. طول عليك، لكن الفتره اللي جايه شايفها ازاي؟ عندكم معسكر بقى خلاص الفتره اللي جايه تعدوا فيه بشكل كبير جدا، شايف المعسكر ازاي وما بعد المعسكر ايه؟ ان شاء الله اتمنى ان احنا نحاول برضو كل الناس تشارك في المعسكر ده والدنيا تبقى كويسه وكله يبقى جاهز باذن الله لعوده الدوري ان شاء الله وافريقيا، طبعا انت عارف ان في بطولات كتيره، فاتمنى ان كله يبقى جاهز، يعني طبعا لازم يبقى كله فتنس واحد يعني. حبيبي تسلم، شكرا. بنشكر اكيد احمد عبد القادر واحد من العناصر واللعيبه اللي مستنيين منهم كتير جدا الفتره اللي جايه، جمهور النادي الاهلي مستني كتير جدا الفتره اللي جايه من كل اللعيبه الحقيقه، لكن لما بيبقى فيه لعيب موهوب زي احمد عبد القادر وزي بيرسي تاو وزي ميكيسون وزي كل اللعيبه الحقيقه الموهوبه بنستنى منهم كل مباراه ان احنا نشوف اكتر من كده. مبروك اكيد من جديد لكل لاعبي النادي الاهلي، مباراه كانت صعبه جدا ومهمه جدا في مرحله التوقف، لكن ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. الحقيقه كمان يمكن الفتره اللي جايه هيبقى فيه معسكر، ومعسكر طبعا ده هيبقى فيه حديث عليه مع كابتن سيد عبد الحفيظ، هنحاول ان احنا نستفسر من كابتن سيد عبد الحفيظ المعسكر ايامه قد ايه، المباريات كمان الفتره اللي جايه هتكون قد ايه، عدد الايام هيكون قد ايه، فان شاء الله باذن الله بالنسبه لكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني يكونوا قدروا ان هم يحطوا ماتش واثنين وثلاثه في المرحله القادمه بالنسبه للمعسكر الخاص بفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.